الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في القرآن رب العالمين كتاب أخونا كريم ده في هذا الفيجي وما أنت بمسمع من في القبور الفيجي كي إش قبر ده أو تكاسا نابزة أهل القبور لا يسمعوا شيئا أهل قبري تتشتي نابزة لماذا حتى لو كانوا يسمعوا لا ينفعوننا بشيء حتى أو ببزاجي ترى تفايدي نادا من الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار كي أو يقدستي ويدا باكي بي سي هيا هل أحد جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه من دون الله هذا شرك أكبر لم يصنع هذا أحد من الصحابة من الأئمة نج أصحابي في خمبري ما نج إمامي حجر إمامات تكاسي نهات يبا قبري في خمبري ما دعا نخستيش في خمبري ما فتأتي عند القبر زيارة شرعية فقط سويش تقريبي با قبر زيارة شريعتي با شريعتي تشتر رئيزن داتو إيزني با با قبر أما أن تتكلم مع صاحب القبر هو لا يسمع أما تبي أهل قبر رخبر دي أو مبري مري هندري قبري رتخبر دي أوات أنا بيزا ولو سمع لا ينفع ولا يضر هر كو ببيزا جيني كارانا جواتا بدا ناد كارا زرار بدا ناد كارا فايدة بدا أنت أفضل منها الآن تجوية ظهار انتري تستطيع تعبد الله تدكاري خضير عبادات بكي تدعو الله سبحانه وتعالى قال عمر دعا بكي سبحان الله لا أحد يعبد جيفة ميتة تكهس ميتك يرى عبادات نوكه